مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا دار الدواء مع على قناه تي في صوت العرب من كندا. معنا الدكتور سامح مصطفى مباشر من مصر. زي مصر واهلها زي الفل، الحمد لله، كلنا بخير وكل الناس زي الفل هنا الحمد لله. الله يعطيك العافيه. طبعا هلا عز الليل، الساعه 2 بالليل عند الدكتور سامح، ولكن او 3 يمكن الصباح. بنشكر شكر جزيل على واحدة أوكي. شكر جزيل على وقته اللي بعطينا إياه من أجل إسعاد الناس وإعطائهم الوصفات الصحيحة للغذاء الصحي. شكرا لك يا دكتور. أنا يا حبيبي، أنا يا ليك يا دكتور، أنا تحت أمركم كلكم. النهاردة يعني حلقة جميلة جدا وأنا معجب بيها. ربنا يكرم يا رب كده وتفيد الناس، عشان ده الهدف بتاعنا، إن إحنا ندي الناس معلومات تفيدهم لتحسين صحتهم للأفضل إن شاء الله. ان شاء الله. طبعا دكتور سامح متواجد اصلا في لندن انتاريو، بس هلا في زياره لمصر، مش تفكروا من مصر، يعني هو بزياره للاهل، ان شاء الله ينبسط في الزياره هاي. اليوم حنتحدث عن البقوليات، وطبعا كنا بنعرف هي مجموعه فريده من الاغذيه اللي متوفره تقريبا في كل مكان، فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، فيها بروتينات واحماض امينيه وحديد وحاجات لا تعد ولا تحصي. اليوم حنحكي عنها، الألياف اللي فيها، حاجات مهمة. وأهم شيء في في هذه البقوليات إنه سعرها رخيص، متناول الجميع تقريبا، وعشان هيك بدنا نحكي عنها ونهتم فيها. هل ممكن نضيفها بغذائنا؟ هل لها أضرار أو كلها منافع؟ كل هذا حشرح لنا إياه اليوم الدكتور سامح. دكتور، يعني احنا شعوبنا تقريبا كلها عاشت وتعيش ما زالت على البقوليات، خاصة لرخص سعرها، فهي مهمة في خاصة في منطقة الحوض، البحر الأبيض المتوسط، الفول والحمص والفلافل وكل دي من البقوليات، والعدس، واحنا كنا نحكي العدس هو لحمة الفقراء يعني. فاحكي لنا شوي عن البقوليات، ليش هي مهمة في غذائنا وليش لازم نضيفها في غذائنا ونكتر منها أو لازم نقلل منها؟ نحن معك وأذان وصاغين. كلام جميل جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا سيدي الفاضل دكتورنا العزيز جمال، أنا معجب قوي باسم الحلقة اللي هي بتقول ما لها وما عليها، تمام كده؟ وخلينا نبتدي كده بالتصنيف العلمي، التصنيف العلمي للبقوليات. فالبقوليات كده في العلم هي كل بذور أو فاكهة بتنضم لعائلة البقوليات، أو بالإنجليزي اللي هي بنسميها الليجومز. ناس كتير قوي لما بتتكلم أو لما نسمع بالإنجليزي دايما في ارتباط كلمة الليجومز بكلمة البينز، أوكي؟ فاللي أنا عايز أقوله إن البينز من ضمن عائلة البقوليات أو من عائلة الليجومز. طب إيه تاني من عائلة البقوليات؟ البينز أو الفول وكل أنواع الفول، يعني الفول الأسود، الفول اللي هو الفافا بينز، اللي هو الفول بتاعنا المعتاد عليه، كل حاجة فيها بينز زي الكيدني بينز اللي هي الفاصوليا البيضة، بنقول الفاصوليا الحمراء بنقول عليها كيدني بينز، زي النيفي بينز أو الفاصوليا البيضة، كل دول من عائلة البقوليات. العدس برضو من عائلة البقوليات. البيناتس برضو من عائلة البقوليات، يعني اللي هو الفول السوداني، يعني الفول السوداني دوت من عائلة البقوليات، مش من المكسرات أو مش من الناتس، أوكي؟ هو اسمه بيناتس لكن هو من عائلة البقوليات، أوكي؟ الكلافز أو البرسيم برضو من عائلة البقوليات. الترمس برضو من عائلة البقوليات، أو اللي هي بيسموها اللوكيميا، أوكي؟ معروف جداً إن البقوليات مشهورة بأن هي من أفضل النباتات اللي ممكن يتغذى عليها الكائن الحي، لاحتوائها العالي من الفيتامينز أو الفيتامينات والمينرالز أو الأملاح والأنتي أوكسيدنتس، وكمان بيبقى ليها بروبرتيز بيسموها الأنتي كانسر بروبرتيز، أو بيبقى ليها فوائد، الفوائد ديت بتبقى مضادة للسرطانات. على سبيل المثال البلاك بينز معروف لان هو، او الفول الاسود معروف ان هو ليه هيلث بينيفيتس، نتيجه ان هو فيري ريتش في الانتي اوكسيدنتس، بيبقى ليه
important role as an anti-cancer or anti-cancer properties خصوصا للكولون والريكتال كانسر اللي هو سرطان القولون وسرطان الريكتال او الريكتم او اللي هو المستقيم. وده نتيجة ان هو بيقلل من تكاثر الخلايا السرطانية فبيقلل من سرعة انتشار او تكاثر المرض. اوكي نقدر نقول برضو ان الصويا بين او فول الصويا بيبقى ليه استروجين لايك effects يعني بيبقى ليه كده structure بيميمك الstructure بتاع هرمون الاستروجين وهرمون السيدات وبالتالي الانتي كانسر properties بتاعته بنلاقيها very specific للbreast cancer والdigestive cancer as well أو gut cancer فدي مميزات رهيبة. طبعا النيفي بينز أو الفاصوليا البيضاء معروفة لأن هي very rich في الفيتامين بي complex. خلاص كده. طيب ليه ناس كتير طالعة اليومين دول بتقول ما عليها اوكي او بتقول لا مين قال لكم ان البينز دي كويسه؟ كلام اللي سمعتوه زمان على ان البينز دي حاجه كويسه ده كلام يعني ملوش اي لازمه وما ينفعش تاخدوه. بص يا سيد الفاضل، معروف جدا ان البينز من ضمن المكونات اللي فيها في بينز فيها اللكتنز اوكي وفي بينز فيها الاكسيليت او املاح الاوكساليت خلاص كده وفي بينز فيها الفايتيز خلاص كده. الفايتيز والاوكساليت واللكتنز حاجات في ليها مميزات وفي ليها عيوب وساعات عيوبها بتبقى مش حلوه. يعني لو هناخد على سبيل المثال الاوكساليت او املاح الاوكساليت اللي ممكن تكون موجوده في السبانخ برضو اللي هي اللي في فيجيتابلز ما هياش بينز، انا ليه قلت السبانخ وفيها الاوكساليت او الطماطم وفيها الاوكساليت؟ عشان دول ما هماش بينز but yet they do have oxalate. والاوكساليت دوت لو ارتبط بالكالسيوم ممكن يبقى يتكون في المعده وممكن سوري في الامعاء وممكن يتكون في الكيدنز، ولو اتكون في الكيدنز ممكن يعمل كيدني ستونز او كيدني ستونز. طيب الكلام ده معناه ايه؟ ان هي ممكن تبقى وحشه. اه طبعا ممكن تبقى وحشه. طب اللكتنز، اللكتنز ده نوع من انواع البروتينات اللي بيبقى صعب شوية على الجسم هضمها وممكن تخترق الجات وال. تعرفين الجات وال بيبقى عامل زي الفنس، عامل زي الشبكة كده، ولو اخترق الجات وال هيطلع اللكتنز على البلد ستريم، ولو طالع اللكتنز على البلد ستريم الجسم هيعمل له رياكشن او هيعمل رياكشن ليه زي كده الرياكشن اللي بيعمله ليه الفيروسز، فهيعمل انفلاميشن وهيعمل مشاكل وهيعمل ليكي جات ممكن يخلي بني ادم يلاقي عنده دم في البراز ويحس ان هو عنده بواسير لكن هو ما عندوش بواسير هو عنده ليكي جات. هل ممكن نتخلص من اللكتين بالطبخ الجيد؟ تمام يعني تفضل. انت كلامك صح وانا سعيد قوي ان انت قطعتني في الحته دي عشان اقول لك الكونكلوجن اللي انا قلته على الفايتيز مثلا وعلى اللكتينز مثلا او على الاوكسيليت مثلا ان ليها حاجات مضره، وبالتالي الناس دول اللي قالوا لا ابعدوا عن الليجومز بيوضحوا او بيعملوا هايلايتنج للنيجاتيف بارت اوف الليجومز اللي هي الكومبوننتس اللي ممكن تكون موجوده في الليجومز اللي ممكن تكون ليها ما هاش هيلث بنفيتس لينا. طبعا احنا ممكن نتغلب عليها، يعني دايما الليجومز او الفول والحاجات دي كلها انا دايما بقول للناس حاولوا تطبخوها كويس، ولما بتطبخ عن طريق ان هي بتتنقع الاول لمده يوم او يومين depends on what type of legumes you use بالظبط كده، وبعد كده لما تيجي تطبخها في البريشر كوكر وكل ما اتطبخت وبقت مستويه اكتر كل ما احنا تغلبنا على اللكتنز اكتر وكل ما بقى النيجاتيف بنفيتس او السلبيات بتاعه اللكتنز تبان علينا. خلاص كده. فالجميل ان احنا نقول ان كل حاجه ليها ميزه وليها عيب، واحنا بنحب دايما نقول حاجه مهمه قوي زي ما قلنا المره اللي فاتت الدايفرسيتي حلوه. الدايفرسيتي بتعرفك جسمك بيبقى حابب ايه ومش حابب ايه، ولما تيجي تاخد حاجه جديده تاخدها قليل واحده واحده، ما ينفعش تلاقي نفسك انت
مثلا سي انا عزمت واحد كندي ابيض عندي في البيت وانا مصري مثلا، وقلت له انا هاكلك الكشري بتاعنا، هو عمره ما اكل عدس قبل كده، بيقوم نازل على طبق الكشري حتتك بتتك وعايز اخلصه كله، تاني يوم يقول لي اه يا بطني وجعاني، مش هقول بقى عشان النكتنز، ولا اقول له عشان النجوم، اقول له خاصة عشان حاطط عليها الأدحى والحاجات الزاكية دي. طيب خلينا نرجع شوية على الطبق، ملك الأطباق صحن الفول. يعني إحنا تعلمنا من إخواننا المصريين حاجة بسموها تدميس الفول، اللي هو طبخ الفول 8-9 ساعات، بكون على النار، على نار هادية. احكي لنا عن هاي العملية، ليش بدمسوا الفول؟ بص افتكر كويس قوي قوي قوي، ستي ام ابويا الله يرحمها يا رب، كانت تيجي تقول لي لما كنت عيل صغير، تيجي تقول لي يا سامح روح هات فول من الراجل ده، فكنت بقول لها يعني اشمعنى يعني من الراجل ده، ما هو فول يعني اسمه فول يعني اشمعنى الفول من عند الراجل ده، تقول لي لا 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 ده ما بيعملش الفول زي الناس كده على البوتاجاز كده اي كلام، انا بتكلم على ستي ام ابويا، اوكي مش حابه ان الفول بيتعمل على البوتاجاز، ده الراجل ده عنده بتقوله طول موقد، اللي هو يعني حاجة كده تحت الأرض مدفونة فيها موقد، وبيقعد بقى يعني إيه يسوي فيه، فالفول بينزل كده يعني، وتاخده يا سامح تجيبه، وكنا بنروح نجيبه منه هو سخن، لو مش سخن هترجعني أجيبه واحد تاني. واو. ليه بقى؟ عشان من قديم الأزل معروف إن when you cook it the most, when you cook it slow, when you cook it right, it would taste good and you have no problems with it. You're not going to have all those nasty gases and all these things. You know what I mean? طبعا كل ما ده أأكد لك إن كل ما الحاجة اتطبخت أكتر كل ما كان أحسن. برضو من ضمن الحاجات اللي أقولها للناس اللي عندنا في كندا، it is okay إن أنت تجيب البينز أو اللجومز canned من المحلات، من سوبر سورة ولا والمارت ولا الناس ديت. وده طبعا لسبب ان البريشر كوكر او البريشر كوكينج ميثود اللي هم بيستخدموها فور ذا كانينج بروسيس از ا كوكينج بروسيس، انت ما هوش بروسيسد فود في الحاله دي، هو ده كوكينج، دي كوك ات فور يو يوزنج البريشر كوكر، اوكي لو عملته في البيت يبقى احسن وتبقى اضمن، عشان انت تضمن ان انت تسويه. ودايما بقول لما تيجي تعمل بينز سويها، كل ما تبقى مستويه البينز كل ما تبقى احسن لك، عشان نبعد عن اللكتنز ومشاكل اللكتنز. يعني زي ما بيقولوا عداك العيب وازح. انا عايز اقول لكم الناس بتوع حاجه تانية مهمه قوي، الناس طبعا اللي بتمشي الناس اللي هي بتوع يوتيوب، اوكي اللي هو اليوتيوب شانل بتاعته الكونسبت منها ان هي تجيب فيورز، يعني انا لو عندي يوتيوب شانل وعايزها تبقى بزنس انا هبقى عايز اجيب فيورز، وكل ما الحاجات كان ليها سبايكس، كل ما للناس اللي هي بتبقى في النيوتريشن مثلا زي حالاتي، انا لو انا نيوتريشنست على سبيل المثال وعايز ابقى عندي يوتيوب شانل، وعايز اليوتيوب شانل ديت تبقى متخصصه في حاجه معينه، وانا حابب مثلا نوع معين من الدايت اللي هو الكيتوجينيك دايت او البيليو دايت او الساوث بيتش دايت، ببقى مركز على الحاجه ديت، اوكي وبالتالي بقول ان الحاجات اللي ما تنفعش معاها زي البينز ما دي وحشه ابعد عنها، عشان انا لو انت هتمشي معايا على الكيتوجينيك دايت واحطك على البينز مش هتبقى في كيتوزيس فمش هتبقى كويس. لكن الناس اللي بتبقى زي حالاتي اللي هو بيشوف ترو بيبل، ببقى بالنسبه لي الديفرنت تايبس اوف دايت دي التولز اللي عندي في التول بوكس، يعني ما ينفعش انا اكون انا دكتور سنان واقول انا بشتغل بس على لو البني ادم عايز ينظف سنانه على سبيل المثال، لا انا بعمل كل حاجه، انا بعمل كل انواع الجراحات، مش هاجي اقول انا متخصص في، فدي تولز عندنا وتولز مهمه لناس معينه، فيعني كل حاجه ليها ميزه. خلينا في حلوه برنامجنا بعطيك الميزان اللي له واللي عندي. طيب دكتور خلينا لسه في طبق الفول، خلصنا طبق الفول دمسناه، دائما بحطوا عليه الدقه او الحامض او الليمون، شو يعني؟ انا عارف انا ليش بسالك الاسئله، لانه اجدادنا يمكن حطوها شويه عشان الطعم، بس كل شغله بحطوها لها معنى. الليمون انا معجب قوي انك دكتور سعيد جدا بالموضوع ده على فكره، كل شويه اقول الراجل ده دكتور. ما انا جايك انا بحب الفول.
انا بموت في الفول. انا الفول على فكره كورنر ستون ان ماي ديلي روتين يعني. بس انا هقول لك حاجه من ناحيه الـ لو تفتكروا في الحلقه اللي فاتت او الحلقات اللي فاتت كنت بتكلم على الفايتو كيميكلز، كنت بتكلم على ان في نيوترينتس ثانيه مش بس الفيتامينز والمينرالز اللي احنا محتاجينها، احنا محتاجين كمان الفايتو كيميكلز. طبعا الفول في فايتو كيميكلز، قلت لكم لو انتم عايزين تعملوا دايفرسيتي eat the rainbow، شوف الكالرز اللي موجوده، the more color you find the better it is. وطبعا لو تشوف الفول لونه بني، طبعا في الوان مختلفه والفايتوكيميكلز بتختلف مع اختلاف الالوان. اوكي الفول لما بتيجي تحط عليه كمون يبقى انت خدت نوع تاني من الفايتوكيميكلز اللي هو بتاع الكمون بتاع الكيومن، which is very important و very beneficial للجت هيلث. اوكي فالكمون معروف ان هو very beneficial للجت هيلث. طيب ليه بقى اهالينا كانوا بيحطوا عليه ليمون او حامض؟ بص بقى يا سيدي، حاجه كده ايرونيك كل الناس هتستغرب لما اقولها. من اهم الحاجات اللي تظبط المود انك تحافظ على الاسيديتي او على ان البي اتش بتاع الجي اي تي بتاعك يكون اسيدك، فتلاقي الناس بتقف وتاكل على علبه الفول وسعيده ومبسوطه، حط ليمون يحط ايه، مبسوط جدا، هو مش عارف مبسوط ليه، بس هو بيزود الاسيديتي عنده في المعده، ولما بيزود الاسيديتي عنده في المعده المود بيتظبط. طبعا الناس بتبقى مستغربه جدا ان ايه ده ازاي. طب والناس اللي عندها هارت بيرن، الناس اللي تبقى عندها يعني بتحس ان الحموضه عندها زايده، في حاليا ناس، انا اي دو نوت بروموت ذس، بس في ناس بتاخد اقراص HCL وده الهيدروكلوريك اسيد، وبتاخدها عشان تضمن ان البي اتش بتاع الجهاز الهضمي اسيدك، وكل ما كان البي اتش اسيدك كان وقلل الهارت بيرن. يعني تقولي الاسيديتي بتمبروف الاسيديتي، يس اوكي. فطبعا دي ميزه الحامض اللي بيتحط على الفول، دي ميزه الكمون اللي بيتحط على الفول. انا العلم الحامض الليمون البي اتش تبعه زي البي اتش تبع المعده سبحان الله، تقريبا 2 ل 3، فهو بالزبط. يعني ذا بيست، واحنا مش عايزينها الكالاين، احنا عايزينها اسيدك بالظبط كده. طيب حطينا الليمون وحطينا الكمون، دلوقتي الزيت، زيت الزيتون اللي بنحط فوقيها. أنا بص أنا بس انتوا في فلسطين بتحطوا زيت الزيتون، وده شيء جميل جدا، احنا في مصر مش بنحط زيت الزيتون، بس ممكن لا بس بنحط الزيت الحار. ايوه الزيت الحار ده اللي هو زيت الكتان او اللي هو الفلاكس سيد، وطبعا الفلاكس سيد ده is a very rich source of omega 3، والاوميجا 3 زي ما قلنا واحد من الاسينشال فاتي اسيدز which is really good and you really need it. okay لو هنحط زيت الزيتون، طبعا كل ما كان زيت الزيتون cold pressed وكل ما كان organic وكل ما كان مقطوف مثلا بالايد و extra virgin كل ما كان احسن. okay وفي طبعا البوليفينولز بتاعت زيت الزيتون ومعروف. طيب هتقول لي انا بحب اعمل ايه؟ انا ما بحبش احط زيوت كتير في الفول من ناحية النيوتريشن، عشان أنا بحط كالوريز كتيرة، عشان الفول لما بحط عليه زيت طعمه الناس لما بتتعود عليه بتحبه، وبالتالي بتزود شوية حبة الزيت، وتلاقي كده الله يديه بقى صحة الفيلم المصري الأبيض وأسود زمان بتاع يقولك إيه ده الفول طاف على الزيت، حط شوية زيت، حط حبة زيت، يقولك الزيت طاف على الفول، حط شوية فول عشان يكتر الكمية من عند الفول. طبعا الكلام ده ما بيحصلش اليومين دول، بس عموما يعني انا مش من انصار الزيت على الفول عشان اضمن ان الكوانتيتي ما تطلعش بره وتبقى عندك هاي كالوريك انتيك خلاص كده. وعشان انا بحب ايت الرينبو زي ما بيقولوا، بتحول الى ان اخد طبق السلطه بتاعي واقوم حطه على الفول وبيبقى تحفه وعجبني، وطبعا بحط عليه الليمون او ممكن احط عليه خل شويه عشان اضمن الاسيديتي شويه وبيبقى جميل جدا. عايز تحط زيت، حاول تمانج انك تحط معلقه زيت كبيره ماكسيمم وخلاص. اوكي احنا في عندنا شويه اسئله حنجاوبها، بس في سؤالين عندي لسه كمان. دكتور موضوع البقوليات والنباتيين، يعني معظم النباتيين بيعانوا من مشاكل عدم وجود البروتين الكافي في غذائهم، فبالتالي بنتقلوا على البقوليات. هل فعلا البروتين اللي موجود في البقوليات يكفينا اذا اعتمدنا عليها وخففنا من اللحوم، أم لا اللحوم البروتينية تختلف عن النباتية؟
او البروتين كلامك صح بنسبه 100%. طبعا البقول فيها بروتينات وده شيء جميل جدا، ولكن لا تكون هذه البروتينات كافيه للامينو اسيدز اللي محتاجها الجسم بشكل عام. احنا كبني ادمين ربنا خلقنا بنتميز بان احنا بناكل النباتات وبناكل الحيوانات، وعشان كده ربنا خلقنا عندنا هذه الانياب. لما تيجي تبص على الحيوانات اللي بتاكل نباتات مش هتلاقي عندها انياب، ولما تلاقي الحيوانات اللي بتاكل فقط اللحوم هتلاقي عندها الانياب طويله جدا جدا. احنا عندنا بقى ايه؟ سنان وانياب، وبالتالي احنا محتاجين الانيمال سورس بروتينز عشان دي فيها essential amino acids ودي الاحماض الامينيه الاساسيه اللي جسمنا ما بيقدرش يخلقها. وصدفت ان احنا ما بنقدرش ناخد هذه البروتينات من النباتات. فواحد يقول لي طب اشمعنى البقر ما بياكلش وما عندوش انياب؟ عشان البقر بيسموها او هذه النوع من الحيوانات بيسموها المجترات او المكترات، ودي عندها الرومن، والرومن دوت بيحصل فيه زي ما بيقولوا الفيرمنتيشن بروسيس، او الاكل بيبقى موجود وبيقعدوا يعملوا له فيرمنتيشن، ونتيجه الفيرمنتيشن بروسيس بينتج عندها جت مايكروبيوم مختلف عن الجت مايكروبيوم بتاعنا، ونتيجه وجود الجت مايكروبيوم بيحصل ترانسفورميشن لبعض الامينو اسيدز وبتبقى بنفيشال وسفيشنت بالنسبه لهم. احنا ما عندناش الرومن ده، وبالتالي ما حدش يبقى نباتي يتوقع ان هياخد الهيلث بنفيتس اللي محتاجها كلها من البروتينز. وكل واحد نباتي شفته قبل كده بيجي عليه وقت بريك داون وما بيبقاش يكمل. فخلينا كده مع الطبيعه بتاعتنا يا جماعه، وكلوا الانيمال بروتينز وما تقلقوش عليها. اوكي، الالياف، كميه الالياف اللي موجوده في البقوليات هل هي جيده؟ وانا بعرفك انت بتحب الامعاء كتير، فاحكي لنا عن تاثيرها عليها. طيب طبعا الالياف من افضل الحاجات اللي انت ممكن تاخدها لجسمك، وكل ما خدت الالياف كل ما كنت مستفيد. واكتر الالياف اللي موجوده في البقوليات هتلاقيها موجوده في العدس، يعني هتلاقي العدس فيه الياف اكتر من الالياف اللي موجوده في other beans خلاص كده، او other legumes. ودي ميزه جدا، هتلاقي ان دي بتحسن حركه الامعاء، بتحسن لو انت عندك نوع من انواع الامساك، او عندك نوع من انواع انك ما بتخشش الحمام بفريكوانسي كويس. ميزه الالياف اللي موجوده في اللجومز ان هي بتحسن حركه الامعاء وتدخلك الحمام وتخليك مبسوط. طبعا زياده الالياف معناها ان انت بتغذي الجات مايكروبيوم، معناها ان بتدي بريبايوتيك للجات مايكروبيوم عشان تنتج البروبايوتكس اللي احنا محتاجينها، معناها ان الدايجشن بتاعه هيطلع النيوترينز اللي الجت محتاجها عشان تهضمها، وتطلع لك النيوترينز اللي بتغذي الميتوكوندريا او النيوكليس البسيطه اللي موجوده في الخليه اللي بتدي الطاقه للبني ادم. حتى من ضمن الحاجات اللي ممكن كلنا ناخد بالنا منها، لما ناكل عدس الانرجي بتاعتنا بتبقى عاليه. ناس كتير عندنا لو تاخد بالك، انت احنا عندنا مثلا في مصر العدس مرتبط بالشتاء. طب ليه العدس مرتبط في الشتاء؟ عشان الناس بتحس ان هي عندها خمول في الشتاء، مش عايزه تتحرك، عايزه تتكلفت في البطانيه، ولاكل عدس يبص يلاقي عنده طاقه والانرجي عاليه وممكن يتحرك وعنده كده الخمول ده اختفى. دي من ضمن مميزات العدس على فكره. ده مش معنى ان العدس دوت بيتخن، لا العدس مش بيتخن خالص، بس العدس بيديك الانرجي وبيديك ستابيلايزيشن في السبايكس اللي بتحصل في البلاد جلوكوز، ونتيجه الاستابيلايزيشن ديت ما بتخليش البني ادم عنده خمول، فبيديك الانرجي وبيديك الارج تو موف، ما بتحسش ان انت خملان. باي ذا واي، انت حكيت نقطه انا بدي اسال عنها، اللي هو جلاسيميك اندكس، اللي هو ارتفاع السكر في الدم. هل هذه البروتينات البقوليات بتسبب ارتفاع سبايك زي ما بناكل شيء ثاني، ولا بالعكس خالص؟ معروفه جدا، لان مشهوره جدا البقول كلها ان هي ما بتعملش اي سبايكس في الـ في الـ في الـ في البلاد جلوكوز، او تحديدا يعني عشان ابقى واضح جدا، الجلايسيميك اندكس دوت عباره عن رينج، الرينج دوت من 0 ل 100، اوكي؟ ودوت اتعمل الرينج ده اكوردنج للارتفاع اللي بيحصل في سكر الدم بعد ساعتين من تناول الاكل، اوكي؟ و100 ده السكر. فانت لو بتاخد سكر جلوكوز هيوصل ل 100،
خلاص كده. لو انت عندك حاجه الجلايسيميك اندكس قليل ممكن توصل للصفر خلاص كده. والحاجات اللي بتبقى في الرينج ان بتوين كل ما قربت من المية كل ما كان معناها ان هي هتزود البلاد جلوكوز بتاعك، كل ما قلت عن المية وقربت من الصفر كل ما كان الامباكت بتاعها على السبايكس في البلاد جلوكوز بيقل جدا. وبالتالي اضمن ان ما يحصلش ابس اند داون واضمن ان ما يبقاش عندي انسولين ريزيستنس، كل ما كان الاكل اللي باكله الجلايسيميك اندكس بتاعه قليل يعني نقدر نقول 50 اند بيلو كل ما كان بنفيشل بالنسبه لي. If you want to control the spikes في the blood glucose, if you want to improve your insulin resistance, if you have insulin resistance. البقول كلها بتبقى في الرينج من 40 ل 44، ما بتوصلش حتى لل 50. Which is very healthy and very beneficial, and it does not spike your blood glucose. وبالتالي مشهورة جدا البقول بأن هي بتimprove the insulin resistance. وبالتالي بيبقى ليها very benefit or very health benefits للناس اللي عندها type 2 diabetes، وممكن الناس اللي عندها insulin resistant تتحسن لو كانت البقول ده cornerstone عندها في الأكل بتاعها. نعم. قول حبيبي. سوري أنا بذكر جميع إنه الدكتور سامح بأخذ استشارات أونلاين عن طريق موقعه أو عن طريق التواصل معه عن طريق السوشيال ميديا اللي موجودة عنده أو الهاتف. ممكن تتواصلوا معاه، خليها بعد كم اسبوع قبل ما يكون راجع من مصر ويكون راجع فريش ان شاء الله. الموقع موجود على الشاشه، هخليه قبل ما احنا بنحكي. طيب اتس فيري امبورتنت انه نتذكر انه البقوليات ذكرت في القران الكريم، وسبحان الله رب العالمين ربنا ما بذكر شيء وخاصه اشياء يعني انتقاها في القران الا لها يعني مفعول كبير، ولكن اجين لازم نعرف كيف نستخدمها، وأجدادنا عرفوا عن طريق التجربة كيف نطبخ وكيف ما نطبخها وكيف إيش الإضافات اللي نحطها. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى بيحكي فلينظر الإنسان إلى طعامه، وهذا هدفنا في هذه الحلقات. عندنا سؤالين دكتور. في سؤال من عامر بيحكي ليش معظم البقوليات تسبب الغازات، وهل يجوز تناولها ولو بكميات قليلة في حالات القولون العصبي؟ طبعا ممكن تتاكل، وممكن تتاكل بكميات قليلة. وموضوع القولون العصبي ده ملوش علاقة بالبقوليات، القولون العصبي ليه علاقة بالعصبية، فكل ما أنا كنت عصبي كل ما القولون العصبي اشتغل، ملوش علاقة. بس طبعا نتيجة إن ساعات الناس بتاكل بقوليات مش مطبوخة بشكل كويس، تبص تلاقي عندك الليكتنز ممكن يتعبك شوية، فتلاقي نفسك أنت confused، هل ده من البقوليات ولا دوت من القولون العصبي ولا ده من نتيجة الحساسية. السؤال بتاع عامر ده عجبني قوي في حتة واحدة بس أنا كنت عايز أركز فيها أو أخلي الناس تعرفها. دايما لو تفتكر كده يا دكتور جمال كنت دايما بقول للناس أنا عايز الناس اللي سمعنا تبتدي تتعمل تطور لحاجة اسمها listen to your system. بص يا جماعة، في ناس عندها البينتس ألرجي، احنا عايشين في كندا وعارفين ان البينتس ألرجي is a life threatening problem. اوكي، والناس اللي بيبقى عندها allergies من البينتس بيكيري اون الابي بن بتاعهم في المدرسه، عشان لو لا قدر الله كان الاكل contaminated بالبينتس ولا حاجه ما يحصل لهمش anaphylactic shock ويموتوا. They take it very serious. يعني انا مره كان ابني في المدرسه بعد الهالوين ماخذ معاه بجيبته حبه سنيكرز لانه فيها فول سوداني، فاتصلوا في من المدرسه قالوا لي تعال خذ الحبه، قلت لك كبيها بالزباله، قالت لي لا يو هاف تو تيك ات اند تيل يور سون دونت برينج ات اجين. في واحد في المدرسه عنده هاي الحساسيه. ات ميك ا لوت اوف سنس، عشان انت مش عايز لا انت ولا ابنك تكون سبب في ان بني ادم ممكن يفقد حياته لسبب ان هو عنده الرجيز من بينتس. والاطفال طبعا بيبقوا عندهم الايجر ان هو يشير فود مع الناس الثانيه، ويعني ده مش عايزين نزح حد. فاللي عايز أقوله من كلمة listen to your system إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال نرجع تاني نقول ما لها وما عليها. لما احنا قلنا إن في الأوكسالات والأوكسالات ده ممكن تعمل stones لبعض الناس اللي عندها حساسية من الأوكسالات، وانت عرفت إن انت عندك history of kidney stones، you wanna be aware إن انت مش to over consume الحاجات اللي بيبقى فيها أوكسالات. خلاص كده؟ فده اللي أنا عايز أقوله لكل الناس، ان listen to your system. لو انت حسيت ان في نوع من انواع البينز مهما انت طبخته you still feel
discomfort when you eat it, avoid it. يعني أنا أقول لك حاجة، أنا أعرف واحد مثلاً تعب من البيكانز، أنت عارف البيكانز ديت اللي هي زي عين الجمل، زي الجوز، أوكي؟ وناس كتير قوي بتاكلها، يعني 90% بقول لك يعني 100% من الناس اللي اعرفهم ما عندهمش الرجز من البيكانز او البيكونز. لكن البني ادم ده الجسم بقى سنسيتيف للتايب اوف ليكتين اللي موجود في البيكانز، فتعب. لما قلنا له ايه الجديد اللي حصل، لقيناه ان هو بي 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 بياكل البيكونز، فطب خلاص اوكي طب شيلها كده ونجرب، شالها وجرب لقى نفسه ارتاح خلال 48 ساعه. نقطة مهمة، الناس اللي بتقول لك ابعد عن اللجومز، اللجومز it's gonna make a lot of problems and you're gonna have a lot of damage in your gut wall. مفيش حاجة في جسم البني آدم بتبقى permanent، زي ما بقولك كده خلال 48 ساعة الراجل ده تحسن. انت تظبط الجت وولز بتاعتك، تقلل الأكل بتاعك، تحسن الأمور بتاعتك، الدنيا بتتغير. فمفيش حاجة اسمها يعني I created a permanent damage when it comes to your system. ربنا سبحانه وتعالى حافظنا، واخد بالك؟ فما تلاقوش من النقطة دي. بس طبعا يا دكتور حكى الغازات في البداية انه اهم اشي نقع البقوليات جيدا لمدة كافية، في ناس بنقعوها يومين وبغيروا المي عليها، وطبخها ايضا بكمية كافية حسب طبعا لما تشوفها طرية وصارت كويسة، والافضل ضغط بالضغط انتو هكذا. وساعات الغازات دي ما بتبقاش وحشه، ما بتبقاش مضره، ساعات الغازات دي بتبقى جود انديكيشن. لكن ايه نوع الغازات؟ هل انت الغازات دي موجوده لكن تعبك، ولا انت الغازات دي موجوده ومش تعبك؟ اوكي، لو الغازات دي موجوده ومش تعبك اتس ا جود ساين. ريسنتلي في ريسيرشز بتتعمل على ان الغازات دي زي ما يكون سورس اوف لانجويج، سورس اوف كوميونيكيشن بتوين ذا جت مايكروبايوم اتسلف، اللي اكوردنجلي السيستم بيتحسن. وانت مش متخيل ان ممكن تكون دي معناها ان انت عندك level of gases in an adequate level to the point that it might improve your system from developing coronary atherosclerosis وتصلب الشرايين. لسه في بحث لسه قريب يقول الكلام ده. ف it is not a bad thing. عندك غازات عادي مش عيب، ما كلنا يعني مؤاخذه يعني بنعمل غازات يعني احنا بنقول وحش الغازات كلنا بنعمل غازات لما صحيح يجي طبيعي يعني. لكن ما دام انت مش تعبك، ما دام انت مش عامله لك discomfort، معناها ان انت it's okay. لو في discomfort معناها listen to your system, what happened, what you have eaten, what's going on. وبعد كده حاول تإليمينيت الحاجه الجديده وتبتدي تلسن تشوف هل بالإليمينيشن ده انت تحسنت ولا لا. لو تحسنت يبقى انا حطيت صباعي. حتى لو انت مثلا على سبيل المثال انواع معينه من التفاح، يعني انا باكل تفاح مثلا لقيت ان في تفاح التفاح بيتعبني وفي تفاح ما بيتعبنيش. صحيح. The more organic you go the less you experience this type of discomfort على سبيل المثال. انا بدي يعني احنا لا العلم دائما ما في حياه. ريحة البراز يا جماعة مهمة جدا، لأنه هي بتعطيك إنديكيشن أحيانا يمكن أكثر من ريحة الغاز. ريحة البراز إذا شعرت أنه الريحة اختلفت لمدة طويلة فدايركت لازم تروح تعمل فحوصات. ولون البول يعني هدول تو إنديكيشن، إذا لون البول تغير لمدة طويلة، إذا طبعا أنت مش ماكل شمندر لأنه هذا دائما بغير لون البول، بس إذا غير كده طبيعي لازم يكون لونه أصفر فاتح، إذا أصفر غامق ممكن يكون عندك مشاكل، ممكن نقص ماء. فهدول الشغلات أنت اللي بتتابعهم، ما حد بدخل معك غادي يشوفهم على غرفة دورة المياه، فأنت اللي لازم تتابع نفسك. كلامك صح. في سؤال دكتور عن تناول الفول الأخضر، هل يؤثر على الضغط عند الإنسان الفول الأخضر؟ ما سمعتش عن موضوع عن ارتباط الفول الأخضر بالضغط عند الإنسان، بل بالعكس انا سمعت على ان العدس لما بتاكله ما بيزودش الضغط، اللي بيبقى معروف انه بيزيد شويه بعد الاكل نتيجه ان انت كلت زياده وعايز تهضم، فالدم بيتحرك بشكل مختلف فممكن الضغط يزيد within the normal range. لكن نتيجه ان السبايكس اللي بتحصل في الانسولين وفي البلد شوجر ما بتحصلش مع العدس، فمش هيحصل لك ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم. لكن موضوع مصداقية أو مدى مصداقية تناول الفول الأخضر بكثرة
هل يمكن أن يؤثر على ضغط الإنسان؟ موضوع بكثرة ده خلي بالك يعني عليك question mark، لكن موضوع الفول مع الضغط لا طبعا ده ما أنا ما أعتقدش إن ده كلام صحيح، لكن أي حاجة كل ما بتخش أي محل وكل كتير تتعب. في تكنيكس بيحكي إنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، نحمم، وعشان هيك إحنا عاملين هذا البرنامج، وعشان هيك في علماء بيبحثوا في أمراض لم يعرف معها الدواء، ولكن في أبحاث we don't take anything for granted. العلم بده يعني جهد. شكرا لهذه الحلقة المفيدة حول التغذية. سؤالي حول الشعير وفوائده. الشعير معروف ان فوائده مرتبطة قوي بموضوع الحصاوي في الكلى، وان هو مفيد للناس اللي بيبقى ممكن عندها هيستوري حصاوي وبيكون بنفشل. موضوع ان انت لو هتاخده في صورة السوائل خده في صورة السوائل. موضوع الكمية خليك تبقى عارف كويس قوي ان consistency is king. يعني انا عايزك تبقى consistent، مش عايزك تبقى over consumer. يعني ايه consistent؟ يعني ممكن تشرب كوباية من الشعير كل يوم، ما عندكش اي مشاكل، كوبايتين من الشعير يا سيدي كل يوم، لو ما فيهاش صودا والحاجات دي ما فيهاش مشاكل. لو انت بتعرف تغلي الشعير في البيت وتشربه جميل جدا. وعلى فكرة برضو البقدونس بيقولوا ليه مميزات في موضوع الحصاوي في الكلى برضو في نفس القصة ديت. لكن موضوع ان انت يبقى انت عايز تطمن وتلاقي نفسك انت عمال كل شوية بتقربع منه، هتبتدي تشوف بقى بعض الاوفر كونسومشن وبعض السايد افكتس بتاعت الاوفر كونسومشن. المية مهمة، كلنا عارفين ان المية مهمة، فاشرب مية كتير واشرب كل اللي نفسك فيه، كل حاجة بمودريشن وبكونسيستنسي تلاقي نفسك مبسوط ومرتاح. انا بدي اركز على موضوع اللي حكيته دكتور، الشعير اللي بنباع بالاسواق، هاي مية الشعير اللي هي البيرة بدون كحول زي ما بيحكوا عنها. حلو طبعا كلام. هاي شجر 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 شجر. الله ينور عليك. حاجتين مهمين قوي، موضوع الشجر وموضوع الالكوهول. اوكي، عشان يعني ايه تبقى احنا نبقى احنا واضحين في حاجه اسمها، عشان احنا بس عايشين في بلاد الفرنجه، فاحنا لازم تعرف ان في فرق ما بين النون الكوهوليك وما بين الدي الكوهولايزد. خلاص كده، عشان الفيرمنتيشن بروسيس بينتج عنه الكحول باي ديفولت. اوكي، وبالتالي انا يعني بتكلم على الحاجات اللي هي موجوده اللي بيقول لك فيها دي الكوهولايزد. فلو احنا فهمنا كلمه دي الكوهولايزد مش معناها ان هي نون الكوهوليك، معناها في traces of alcohol in it. فيو ونا بي كيرفول. اوكي، جاست تو ليت يو نو، مش بدي فتوى ولا بقول ده حرام ولا بقول ده حلال. اسال واحد متخصص في الفتوى ووريها له وشوف الفتوى ايه وجو فور ات اند دو وات ايفر يو وان تو دو وذ ات، بس جاست تو ليت يو نو. حاجه ثانيه، موضوع الشجر كونتنت. خلاص كده، لو لقيت ان فيها سكر اعرف ان هي فيها سكريات والكالوريك انتيك بتاعها هيبقى عالي. اوكي، ف you do not want to over consume a lot of sugar, then you're going to end up gaining weight for no reason. خلاص كده، عجبتني السؤال، ان السؤال كان واضح في موضوع الشعير. لو انت بتقول السؤال على موضوع الشعير انا سعيد جدا بالسؤال. لو انت مش عايز تقول البيرة زي ما الدكتور قال يبقى خلي بالك احنا بنضحك على بعض بالسؤال. لا، عشان نكون واضحين، لانه الشعير صعب ايجاده في بلادنا، هون في كندا مثلا، الدول العربية يمكن موجود بس هنا صعب وجوده، يمكن زراعته قليلة. يعني واتش دايما اقرا الليبل يا جماعة. وعلى فكرة في فرق كبير قوي، كل واحد لازم يبقى عارف الحتة دي. في فرق كبير منك تقرا النيوترينتس اللي موجودة في السيرفينج او ما بين الانجريدينتس اللي اتعمل منها الكونتنت اللي هتشربها او اللي هتاكلها. اقرا الانجريدينتس، ما تقراش النيوترينت فاليوز بير سيرفينج. يعني اجي اقول لك ان السيرفينج ال 22 مثلا حبايه، هقول لك على سبيل المثال، في ناس يجي يقول لك طب اوكي احنا عرفنا ان البطاطس الشيبسي وحشه وما ينفعش ناكلها، وخلينا نروح ناكل الهيلثي كراكرز اللي موجوده في كيس. عايزك بس تروح تعمل اكسرسايز كده تشوف في كام واحده بير سيرفينج وهتديك كام كالوريز. You will be surprised when you notice if you are measuring it by calories, you're actually consuming less to get the same calories from the potato chips. خلاص كده؟ بل بالعكس، لما تخش وتشوف في المالتيبل انجريدينتس اللي محطوطة عشان يديك التيست، هتبص تلاقي ان البوتيتو شيبس is a healthier option than the other
chips that you will grab. Just be careful, be aware. عشان البوتيتو شيبس ده عبارة عن بطاطس محمرة. اوكي؟ فهي مش صحية عشان الفراينج، الديب فراينج اللي موجود وده اللي بيخليها مش صحية. اوكي؟ عشان فيها هاي كالوريك انتيك وممكن تعمل لك هارت بيرن والحاجات دي كلها. لكن لما تشوف الحاجات اللي موجودة بالنسبة لك اللي بيقول لك ده بلانت بيزد وده من عارفين اللي هي اللي بنجيبها من كوسكو دي اللي هي صوابع دي يقول لك دي ايه سويت بوتيتو ودي بيز ودي مش عارف. بص على الانجريدينتس يا ريس هتكتشف ان احنا يعني بيضحك علينا ده البلاوي. انا بس حابب ازيد شغله على الشعير، في ماده اسمها الكلوروفيل اللي هي الماده الخضراء اللي بتساعد في عمليات الهضم في النباتات، هاي بتاخذها من الشعير المعصور طازه، هاي مهمة كتير ومفيدة جدا للجسم إذا بتقدر تاخذها طازة. طبعا طبعا الكلوروفيل لأنه ما بتقدر تخزنها مدة طويلة بتتأكسد. سؤال مهم جدا، هو سؤالين منها، لما الخضار تنغلى على النار لمدة أكثر من 20 دقيقة في الغالب تخسر فيتامين سي اللي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد، ما رأيك في هذا الكلام؟ وبتكمل هي، هل طبخ البقوليات بزيادة يقلل الفيتامينات والحديد في الطعام؟ كلام سليم. بصي طيب، طبعا احنا كل ما كان طبخ الخضار مدته تبقى خلال الربع ساعة بيبقى جميل جدا، لما بيزيد بيبقى ليه تأثير زيادة شوية على ايه يا جماعة؟ على الفيتامينز والمينرالز والإنزيمز، بتقل الكوانتيتيز بتاعتها خلاص كده. يعني كل ما الاكل كان طازه كل ما كان احسن، كل ما كان الاكل less processed كل ما كان احسن، كل ما الاكل كان fresh كل ما كان احسن خلاص كده. يعني لما اجي مثلا تذبح مثلا ذبيحه وتاكل اللحمه يوم العيد بتلاقي طعم اللحمه احلى من ان انت لما تاخد اللحمه دي متفروزه بقالها 5-6 اشهر. كل ما الحاجه كانت fresh كل ما كانت الانزيمز والكونتنت لسه fresh فيها. اوكي فده الرول اوف ثام. اوكي مش عايزين اوفر ثينك ات، دو نا اوفر ثينك ات، كوك ات ذا واي يو وود لاف تو كوك ات. بس اللي انا عايزك تبقى عارف ان انت كل ما كان الاكل بتاعك كرانشي كل ما كان الكوكينج تايم ما زادش عن ربع ساعه كل ما كان افضل. ده نقطه. النقطه الثانيه بتاعت البينز بتاعت الحديد، موضوع الفيتامين سي والحاجات دي كلها زي ما بقول لك، بص للموضوع بجنراليزيشن مش بتركيز وسوفيستيكيشن. جنرالي الفيتامينز والمينرالز والانزيمز بتقل when the cooking time is increasing. اوكي من ناحيه اللجونز والبينز، الحاجات دي في الناتشرال فورم بتاعها بتبقى مش ادبل، بتبقى مش ماكوله، بتبقى غير قابله للاكل وهتتعبك وفيها ليكتنز. على فكره الليكتنز دوت مش حاجه كخه يعني، بس الليكتنز ده البلانت ديفنس ميكانيزم عشان ما تتاكلش بحاجات ما تبقاش مفيده ليها. اوكي فاحنا عشان ناكلها وتبقى مفيده لينا بنحطها في البريشر كوكينج. فلما تحطيها في البريشر كوكينج وتعمليها بالشكل ده هتاخدي الهيلث بنفيتس اللي هي ايه، اللي هي الانتي اوكسيدنتس، اللي هي الفايبرز، اللي هي الحديد، كل الحاجات دي كلها، وبالتالي هتكون مفيده ليكي خلاص كده. موضوع بقى ان هي بتقلل الحديد، وخلي بالك عايزك تبقي ابقى واضح معاكي في النقطه دي، لو عندك ديفيشنسي في الحديد ورحت دكتور هيكتب لك راس حديد، مش هيقول لك خدي بينز وخدي مش عارف مين، عشان بتبقى هنا الهيلث كونديشن معناها البني ادم ده انيميك، ولو البني ادم ده انيميك ووصل ان الليفلز بتاعه الحديد في الدم قليله معناها ان الحديد في مخازن الحديد عندك صفر، فتبتدي تاخدي حديد، ولما تاخدي الحديد بيبتدي يملى المخازن فتبقى ستيل الليفل بتاعك في الدم قليل، عشان بياخده ويخزن بياخده ويخزن بياخده ويخزن، لما يكمل التخزين يرجع يظبط لك الليفل في الدم، فده بياخد وقت البروسيس ده اون اتس اون. تيجي بقى تقولي لي انا عندي انيميا والدكتور قال لي كل حبه بينز، يبقى انا مش مقتنع بالكلام ده بصراحه. عشان نبقى بس واضحين في الحته دي. شكرا شكرا شكرا. طبعا انا مره ثانيه بدي اشكر جميع المشاهدين اللي كانوا معنا وتفاعلوا واسئله رائعه. اشكر الدكتور سامح اللي كان معنا مباشر اليوم من عاصمه الجمال القاهره، نتمنى له اجازه سعيده ونتمنى ان يعود الى كندا سالما معافى ان شاء الله قريبا. نراكم في حلقه قادمه وتصبحون على الف خير.
وانت بألف خير. السلام عليكم. سلام.